مشاهدينا مرحب بكم من داخل مصنع سماف بحلوان، هنا قلعة صناعة عربات القطارات في مصر والشرق الأوسط. هنا يتم تصنيع عربات البضائع وعربات الركاب وأيضا مترو أنفاق والترام. هنتعرف أكثر على مصنع سماف وأهم المنتجات الذي يتم تصنيعها في هذا المصنع، فابقوا معنا. مصنع سماف ابتدى سنة 55 وافتتح سنة 58. هو المصنع الوحيد اللي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنتاج منتجات السكة الحديد بالكامل. احنا بننتج جميع أنواع قطارات الركاب، الدرجات المختلفة الأولى والثانية والثالثة، المكيف والغير مكيف. بننتج جميع أنواع عربيات البضاعة، السطح والنقل الحبوب والكونتينرز والصهاريج السوائل. بننتج جميع أنواع قطارات مترو الأنفاق. بننتج جميع قطارات الترام وأي منتجات بتستخدم السكة الحديد. احنا بنصنعها بنسبة 100% وقادرين على أننا إن شاء الله هندخل كمان مجال الهاي سبيد ترين، القطار السريع والمونوريل إن شاء الله. كل الناس اللي شغالة هنا في الشركة مصريين وكفاءة عالية جدا، واحنا اشتغلنا مع الفرنساويين واشتغلنا مع الكوريين واشتغلنا مع اليابانيين واثبتوا كفاءتهم، والناس دي كلها اشادوا بالكفاءة اللي موجودة. والناس الجديدة اللي هي بتخش في الهيئة بتتدرب على، بتاخد الخبرة بتكتسبها من الناس القديمة، فهي خبرات مكتسبة. بجانب طبعا بيبقى في تدريب دوري بيتم للعمال اللي هم الجداد، وفي نفس الوقت القدام بعمل لهم برضو بجدد شهادات بتاعتهم بحيث اقف على الخبره اللي هي اللي عندهم دي ما تنزلش، لا تعلى. اي شغل في اي منطقه فيها شغل بيتعمل عمره برومه كده، كل ده بيتعمل هنا. بعد ما بتخلص العربيه من هنا بتطلع بعد كده بقى على شغل الاستعدال السمكره، ثم شغل المرمله والدهان بقى ومراحل التشطيب. من داخل ورشة التشطيب مع الآن الباشمهندس تامر أحمد، هو مدير إدارة التشطيب. برحب بحضرتك، وقول لي بقى إيه مراحل التشطيب هنا؟ مراحل التشطيب هنا، أول ما العربية بينتهي الكار بادي بتاعها أو هيكل العربة الفينشنج بتاعه، بتخش على عمليات التشطيب بداية من الأرضية زي ما حضرتك شايف كده، العزل الحراري، الكسوة الداخلية للعربة، ترتيب الشبابيك، الأبواب، الإنارة، التكييف لو إن وجد، التهوية، أرفف العفش زي ما حضرتك شايف، أي حاجة داخل العربة يتم دي ضمن مراحل التشطيب. بناخد التصميم من على الكمبيوتر ونوصله بالمكنة عن طريق كاب، بحيث إن إحنا بدل ما بنشغل المكنة ديت بطريقة يدوية، لا بنشغلها بالكمبيوتر عشان تدينا إنتاج كمي وبنفس الدقة المطلوبة، عشان الأجزاء دي المفروض إن هي بتتحط في معدات ذات دقة عالية عشان حفاظا على أرواح الناس اللي بتبقى راكبة القطر أو المترو. دي ورشة الاختبارات الاستاتيكية. احنا أول حاجة عندنا هنا مرحلة الاختبار تسريب المية. المرحلة هنا بتخش العربية بنتأكد إن مفيش أي مية بتسرب للعربية من جوه من الداخل، فنتأكد من العزل بتاعها من الشبابيك والأبواب. العربية بتخش بنعمل فيها اختبار توصيلية، نتأكد منه إن كل الكابلات سليمة وموجودة في أماكنها سليمة. بعدين بعمل اختبار العزل، بتأكد ان مفيش ولا كابل فيه خدش او قطع، وبتأكد من العزل بتاع الكابل بيستحمل كهرباء قد ايه على حسب الشتات اللي عندي. بعدين بتخش لي وحده، الوحده دي بتبقى عباره عن 3 عربيات، كل عربيه بعمل لها اختبار الفانكشن تيست اللي هو بتاكد منه الاضاءه سليمه، الصوت سليم، الحركه، التكييف، كل الاختبارات اللي بتعمل بقى العربيه كانها ماشيه على الخط تمام. مشاهدينا كانت دي جولتنا داخل مصنع سماف بحلوان المخصص لصناعة عربات مترو الأنفاق والقطارات وأيضا عدد من المنتجات الأخرى. كل هذه المنتجات تصنع بأيادي مصرية خالصة. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.